ملف آخر مهم ومنافسات بطولة كأس مصر للتجديف اللي أقيمت في المجرى نهر النيل بالقاهرة ونظمها اتحاد التجديف، ويمكن برضو قلنا الخبر ده قبل كده وأعلننا عنه في 10 الصبح في الأهلي. بطولة شملت يعني الفئات العربية ده تحت 23 سنة، بنتكلم عمومي وناشئين تحت 19 سنة وبراعم كمان وسباقات الأساتذة وسباقات الهواة. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. اهلا بيكي طبعا في بطوله كاس مصر هنا في نهر النيل. دي بطوله مهمه جدا عندنا، بيشارك فيها اكتر من 10 انديه وفي 600 لاعب وصلوا اللي هي الكاس اللي هي مصر. احنا عندنا في عدد كبير من القوارب، طبعا عندنا في فردي وفي حاجه اسمها دبل سكال، بيبقى قارب زوجي بمقدافين وفي قارب يعني كل لاعب بمقدافين وفي قارب زوجي كل واحد بمقداف، في رباعي كاتر سكال يعني كل واحد بمقدافين وفي رباعي تاني برضو بيبقى كل واحد بمقداف وفي اللي هي الثماني. ده بقى بينطبق على ناشئين وناشئات، وعندنا في براعم وفي تحت 16 سنة، فعندنا وفي أنسات وفي أولاد، لأن احنا بنهتم جدا يبقى في دلوقتي نوع من المساواة في الرياضة ما بين اللي هي الأولاد واللي هي والبنات. بطولة كاس مصر من للتجديف من البطولات المهمة اللي بنبقى حريصين على المشاركة فيها. دي البطولة اللي بتسبق بطولة الجمهورية وبتبقى المرحلة اللي قبل الأخيرة اللي بنقدر نطمن فيها على لاعبتنا وتشكيلتنا. هو عندي حصيلة حوالي 70% من القوارب اللي مشارك فيها وصلوا للنهائيات، والنهاردة يمكن بيقام أول سبق لسه مش عارف نتيجته، ولسه إن شاء الله على مدار اليوم في مشاركات تانية وربنا يوفق إن شاء الله. بنشكر حضراتكم على الاستضافة الجميلة دي وبنشكر الاتحاد على المجهود الرائع اللي هو بيبذله معنا كجنوب للوادي، يعني مسهل لنا بصراحة مواضيع كثيرة ويعني مجهود مشكورين عليه، يعني دكتور عمرو النوري الحقيقة والأستاذ عصام بجوري عاملين مجهود رائع، وإن شاء الله يعني إحنا بنتمنى من الاتحاد إنه يعني يراعينا شوية أكتر كجنوب صعيد، لان احنا بنعاني من يعني نفسنا حتى يجي يعملوا عندنا بطوله كده في الاقصر كده وينشطوا لنا السياحه وينشطوا لنا اللعبه نفسها كده وننشرها، نعمل انتشار للعبه في كل مكان. يعني انا من 2018 بلعب اللعبه دي في الاقصر، يعني فانا في الاول كنت بجد متحمسه قوي للموضوع وكان الموضوع لذيذ جدا، فقلت ان انا لازم اكمل قوي، فالحمد لله يعني كل بطولة بدخل، كل سنة في كأس مصر والجمهورية بدخل اللعبة وبشارك في مسابقات وبجيب ميداليات كتير الحمد لله. والنهاردة دلوقتي مشاركين في بطولة كأس مصر، تمام، معايا سباقات، صحابي جابوا في البراعم والزوجي والفردي، لغاية دلوقتي في 3 ميداليات ولسه إن شاء الله السباقات مكملة ومعايا رباعي ومعايا فردي وان شاء الله هجيب ميداليات تانية ان شاء الله النهارده. انا كنت بلعب سباحه فالكوتش شافني فهو قال لي تيجي تلعبي في لعبه اسمها التجديف، تيجي تلعبيها، اصل هو شاف ان انا ممكن اقدر احقق بطولات وكده، والحمد لله لغايه دلوقتي كنت عند حسن حظ وجبت بطولات وسافرت لغايه دلوقتي 5 بطولات والحمد لله حققت فيها 5 ميداليات. يعني كاس مصر هي جديدة، يعني فكرة جديدة للاتحاد التأديف ان هو يعني ينمي معظم الناشئين واللاعبين والموهوبين يعني لاننا نلاقي احسن فريق يقدر او منتخب يقدر نمثل بيه الاولمبيات اللي جاية. انا اخترت طبعا في الفترة اللي فاتت مجموعة كبيرة يعني وعملت استاد كتيرة ورحنا الجهاز الفني راح سافر يعني تقريبا كل حته في مصر، يعني نقينا منها من اسكندريه والاسماعيليه واسوان والاقصر، وبرضه بنبص على الولاد اللي هنا علشان اذا كان في حد ما كانش ظاهر لينا يعني ان شاء الله.